طابت أوقاتكم بداية النشرة مع العناوين. الجبهات الانتخابية مشتعلة والمال السياسي الخصم الأول لحرية الناخب. بسيل في اللقاء الانتخابي لبيروت الأولى: هم منظومة الكذب ونحن الحقيقة. الصمت الانتخابي قبل المرحلة الأولى من انتخابات المنتشرين منتصف ليل اليوم. التحضيرات الرسمية اكتملت، فهل من عراقيل كبيرة ممكنة؟ النزوح السوري عنوان دائم، إردوغان تصرف، فماذا عن لبنان؟ مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر وفيسبوك وإنستغرام. من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وعلى امتداد دوائره الانتخابية وفي بلدان الانتشار، كل الجبهات الانتخابية مشتعلة بين متنافسين، لكن عدوا واحدا بثلاثة رؤوس يتربص شرا بجميع اللبنانيين من دون استثناء. الرأس الأول المال السياسي الانتخابي، الذي تؤكد التقديرات أنه يتفوق هذه المرة على الدورات الانتخابية السابقة مجتمعة، وهو ممارس من جانب مرشحين يستغلون حاجات الناس وقوى سياسية تستثمر فيها دول خارجية، ويترجم ذلك بالحملات الإعلانية الضخمة وبشراء الضمائر، ويتحمل مسؤوليته بالتساوي الراشي والمرتشي في آن معا، حيث أن ثقافة شراء الأصوات كما بيعها ينبغي أن تنبذ من الشعب بكامله إذا كان طواقا حقا إلى بناء دولة والعيش في وطن. الرأس الثاني التضليل الإعلامي المركز والممنهج، الذي يصوب الاتهامات في اتجاه واحد حصرا، حيث أصدر البعض حكما بالبراءة عن ارتكابات السنوات الثلاثين الماضية بحق الجميع باستثناء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر، وراحوا يتبارون في كيل الاتهامات تارة بالفساد وهم أفسد الفاسدين، وطورا بالعمالة لسوريا وإيران والتبعية لحزب الله، وهم عتاة العملاء وأوقح الأتباع ليس فقط في لبنان بل على مدى العالم كله. فكيف مثلا لمنظومة سياسية سرقت شعبا كاملا ونهبت مقدرات دولة بأمها وأبيها أن تتجرأ ومن دون أي خجل على مهاجمة أصحاب المشاريع الإصلاحية والطروحات الإنقاذية، ومن دون أن تكلف نفسها حتى عناء تقديم البديل، انطلاقا من منطق قوم يا تيار لا أقعد مطرحك وبعدين منشوف. الرأس الثالث الوراثة السياسية، التي تتجلى بأبهى الحلل هذه المرة في معظم الدوائر، مع فرق بسيط وهو أن هؤلاء يقدمون أنفسهم للناس على أنهم تغييريون وجزء من الثورة، على اعتبار أنهم وآباءهم وأجدادهم ومدارسهم السياسية لا علاقة لهم ولها بكل ما حل بلبنان، وأن الضرر والخراب محصوران فقط في السنتين الأخيرتين من عهد العماد عون. دخول لبنان منتصف هذه الليلة الصمت الانتخابي استعدادا للمرحلة الأولى من انتخابات المنتشرين الجمعة المقبل، وقبل 11 يوما من الانتخابات النيابية في 15 أيار، يدفعنا مرة جديدة إلى التكرار. تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين أنه لا، مش كلهم يعني كلهم، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الأول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات حرروا عقلكم وقلبكم من كل المؤثرات والضغوطات، وخلوا نظرتكم شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكم بكل حرية ومسؤولية، واجهوا الكل واوعى تخافوا من حدا مين ما كان هالحدا يكون.
البداية مع سلسلة مواقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال اللقاء الانتخابي في دائرة بيروت الأولى في سياق اللقاءات الانتخابية الشعبية التي ينظمها التيار الوطني الحر في مختلف الدوائر. باسيل تطرق في كلمته إلى ملف انفجار المرفأ ودعا اللبنانيين إلى الاختيار بين مشروعين واضحين، موجها الرسائل واضحة للقوات اللبنانية ورئيسها إلى جانب سائر الأفرقاء المتجمعين ضد التيار. وقال باسيل في هذا الإطار قبل الانتخابات بيصرخوا بالعلن ضد المقاومة، وبعد الانتخابات بيستجدوا بالسر التحالف معه. أما شو المشروع فمنشوف بعد الانتخابات، المهم يوصلوا، لا بيملكوا مشروع ولا بيملكوا إنجاز ولا بيعملوا أي شيء، ومرشحيهم بيعرفوا يهاجموا الحزب لأن ربيحة انتخابيا وبيحرضوا على التيار ليخسروا. وزراء الفشل والحكي الفاضي ما تركوا بصمات، بس تركوا الصناديق السوداء بوزاراتهم. اعترضوا على كل اصلاح جربنا نحققه. ولما بلشنا نواجه رياض سلامه ونفضح ارتكاباته امنوا له الحمايه. سقطوا خطة التعافي المالي مثل ما سقطوا القانون الارثوذكسي. بيحكوا عن اللامركزية وبيحبسوا قانونا بجرور الإدارة والعدل وبالتواطؤ مع المنظومة الحاكمة. كل يوم بيحلموا بالاتفاق الثلاثي وبيرجعوا بيعيشوا فيه هن أبنائه. نتحداكم تقولوا للناس كرمال مين وقفتوا القانون الارثوذكسي. أنا بدقيقة مع جبران قلتها وما ردوا علي، قلت إنه طلب هيك الأمير بندر وهن هيك خبروني وما ردوا علي. هيدا اعتراف لي، الله بيكون مسجله. عندكم شك؟ عقل مريض ما بينتج إلا الخراب، بفكر خراب، بخطط خراب، بفكر دمار، بنفذ دمار، بيعيش على انفجار. إذا انهار البلد بينبسط لأنه بضر أخصامه السياسيين، إذا انفجرت بيروت بينبسط لأنه تضرر الرئيس. هيك فكره، بيعيش على مقاس الناس وألامهم. واحد من أبوائهم عم يتهمنا بإلغاء الانتخابات لأنه طلبنا الدولة تأمن لنا حرية الانتقال وتأمن للناس الاجتماع. قال شو صار بدنا نأمن الانتخابات؟ طبيعي يستغرب التنقل بين المناطق لأنه معلمه محصن بالقلعة، ما بيزور الناس ولا بيزور جارته بكركة كرمال الأمن. في خطر ببكركة على الأمن، بيعتبر حاله أكبر من الناس وبيتحجج بالوردة، بيعدلوا القانون وبيقصروا المهل وبيحطوا الانتخابات بأدار بشهر الثلج، ونجي نحن بنحطها بأيار بالتاريخ المضبوط بيتهمونا بتأجيل الانتخابات. بيلغوا الميجا سنتر والدائرة 16، بيلغوا 6 نواب للانتشار فوق النواب ال 128 وبيتهمونا بتأجيل الانتخابات، بيقصروا المهل، بخربطوا الدنيا كلها سوا، بيتغشمنوا باستراليا، بيسجلوا العالم غلط، بيتهمونا بتأجيل الانتخابات. طيب فهمنا ما بيعرفوا يحسبوا، بس زيب كود، سألوا العالم عن الزيب كود، سجلوه صح، قال نحن منفرق العيال، يلي سجلهم غلط هو يلي فرقهم. بيسكروا الطرقات، بيضربوا الناس بالحجار، بيتهمونا بتأجيل الانتخابات، بيدفعوا رشاوى، بيزوروا الإرادة الشعبية، بيتخطوا السقف المالي على الطرقات كلكم شايفينه. قال كيف عرفت أنا تتقدمت بشكوى من هلأ أنه هن تخطوا السقف؟ فردون يعني الغشيم، أنا مش مثلكم غشيم. لك انتو غشمة متخطيين السقف على الطرقات،
مالكم فاتحين حالكم بأرقامكم. ما بدها ذكاء. فبيطلع انه نحن عم نزور. لك ما معنا مصاري تنزور. بيتخطوا السقف المالي وبيتهمونا بتأجيل الانتخابات. نحن من الناس منروح لعندهم بعكار، بالجنوب، بالبقاع، ببيروت، وين ما كان. منروح لعندهم ومنتحدى السجين يطلع من عقدة سجنه، نحن أحرار وبرا. والناس واعيين وبيعرفوا منيح إنه ما في تغيير من دون التيار الوطني الحر. خاب أمالهم بالبلد بس مش متأملين فيكم. نحن وضعنا خطة كهرباء لكل لبنان. معامل عقياس لبنان. هن مشروعهم يحطوا بكل منطقة شوية مولدات وبيشغلوها بالمازوت المدعوم من خزينة الدولة. مضيوا السلف على 40 سنة واجوا يتهمونا ب40 مليار دولار الكذابين، حتى الرقم ما بيعرفوه. لك الله يعينهم على الأرقام، هودي ما يستلموا مالية الدولة أضرب من ال... عرفتوا مين ايه؟ سمي؟ نحن دعيناهم لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وسلاح الحزب وخطة التعافي واللامركزية وتطوير النظام. رفضوا. ما بيتحاوروا معنا، أكبر من هيك. شيم، قيم، علم، فهم. ولما بتسألون شو مشروعهم بيقولوا منشوف بعد الانتخابات. قبل الانتخابات بيصرخوا بالعلن ضد المقاومة، وبعد الانتخابات بيستجدوا بالسر الحكي معه. شو المشروع؟ منشوف بعد الانتخابات. ايوه بالانجليزي، هن بالعربي مش ظابطه. جربتوا تكبوا كل وسخكم علينا حتى تغطوا على فشلكم وتحملونا مسؤولية الانهيار والانفجار والناسحين والكورونا الحق علينا. انتو يلي ضربتوا صلاحيات الرئيس ورضيتوا بالحد الأدنى، فرطتوا بالحقوق وتحالفتوا مع يلي همشوكم وقبلتوا بالتبعية. لما دارت الأيام طعنتوا يلي فتحوا لكم باب الرزقة وباب الحبس، طعنتوهم بظهرهم مثل ما طعنتونا بالرئاسة، وأجرتوا حالكم للممول وقبلتوا تورطوا لبنان بصراع الدول. أنتوا يلي استغليتوا وجع الناس وركبتوا موجة الثورة وغضب الأوادم، وين بدكم تهربوا من الحقيقة؟ حبل الكذب قصير ولح يلتف على رقابكم. انكشفتوا بممارساتكم وبمستواكم، بخطابكم وبعجزكم. انتوا الكذبة والخنوع ونحن الحقيقة والكرامة. انتوا زمن بيخلص ونحن الزمن الجاي. الصمت الانتخابي قبل المرحلة الأولى من انتخابات المنتشرين يبدأ منتصف هذه الليلة، فماذا في آخر التحضيرات؟ تقرير جويس نوفل. فيما تحتدم المعركة الانتخابية في لبنان قبل 11 يوما على موعد الاستحقاق النيابي، سيكون على المنتشرين اللبنانيين في الخارج الذين تسجلوا وبلغ عددهم حوالي 225,114 ناخبا توجه إلى صناديق الاقتراع يومي الجمعة والأحد، بدءا بمعظم البلاد العربية وصولا إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا. في 6 أيار سيكون اقتراع اللبنانيين المقيمين في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، أي السعودية، قطر، الكويت، سوريا، سلطنة عمان، مصر، البحرين، الأردن، العراق وإيران. أما في 8 أيار فسيكون موعد اقتراع اللبنانيين في الدول التي تعتمد نهار الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع وتبلغ 48 دولة، من أبرزها الإمارات، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا،
ألمانيا، بريطانيا، نيجيريا، إيطاليا، الغابون، جنوب أفريقيا، روسيا وغيرها من الدول. فكيف هي الأجواء قبل ساعات على انطلاق هذه العملية الديمقراطية عند اللبنانيين الذين يعيشون أزمة لبنان عن بعد؟ هيدا الحماس شايفينه من خلال أولاً من خلال التسجيل اللي صار قبل 20 تشرين الثاني، يلي زادت نسبة المسجلين بطريقة كتير ملموسة وكبيرة ومبينة إنه في كتير حماس عند المنتشرين. وشيء تاني بفتكر الوضع بالبلد هو بيحمس إنه الناس اللي كانت قبل أولاً بالمرحلة السابقة كانت ما أنا مقتنعة إنه هالانتخابات رح تصير، لأنه إذا ما بتعرفوا إنه الانتخابات 2018 كانت لآخر دقيقة عم بيقولوا انه ممكن ما تزبط الانتخابات لان كانت اول مره بتصير، هالمره يمكن شافوا انه لا صارت الانتخابات، هيدا زادوا الحماس. والشيء الثالث هو الوضع بالبلد، ونحن بنطلب منهم انه يروحوا بكثافه على اقلام الاقتراع، لانه نحن بحاجه لارائهم وبحاجه لانه هن يكونوا عم بيشاركوا. التيار الوطني الحر حريص انه نرجع نرجع الدائره 16، اللي هي لحتى مش بس يكون المنتشر عنده دور بس بالتصويت، ولكن نحن بده يكون عنده دور أساسي بالعمل السياسي بالبلد. قبل أيام كانت انتخابات المنتشرين اللبنانيين خارج لبنان نجمة الساحة في لبنان بعد محاولات جهة حزبية لرمي أخطائها بتسجيل المقترعين في الخارج على غيرها، وحاولت هذه الجهة طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، وحملت تيارا سياسيا محددا عن سابق تصور وتصميم مسؤوليات تخبيص فريقة خصوصا في أستراليا وأمريكا. فهل تأثرت العملية الانتخابية خارج الحدود اللبنانية؟ الإشاعات المغرضة تعودنا عليها، والإشاعات المفبركة هيدي مش أول مرة بنسمعها من حزب القوات اللبنانية ومن الأحزاب اللي هي ما عندها مصلحة أن التيار الوطني الحر يكون هو موجود بالعمل السياسي بلبنان. وبتعرف أنه عطول بحطوا لنا إشاعات لحتى يجربوا يحمسوا الناس تتصوت ضد التيار الوطني الحر. هيدا شيء مش جديد، مثل ما قلت حضرتك نحن كتيار الوطني الحر نحن عم ننفذ القوانين والتعاميم اللي عم تطلع من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ونحن ما ولا مرة بأي مرحلة كان عندنا تعاطي ونتدخل بالموضوع التوزيع الأصوات أو المنتخب أو الشخص اللي بده يصوت وين بده يروح يصوت. هيدا الشيء مثل بيطبق على كل المناطق وكل البلدان مثل بعضها، يعني ممكن نحن ببعض البلدان وإجينا بعض الشكاوى من بعض مناصرينا ومؤيدينا انه طلع القلم اللي بيصوتوا فيه بعيد على المنطقه، ولكن ما عملنا اي حركه. الهدف الاساسي بفتكر كان تعطيل الانتخابات النيابيه، ونحن مصرين على انه يكون هيدا الاستحقاق هو استحقاق ديمقراطي، وعلى اللبنانيين ان يتوجهوا بكثافه الى اقلام الاقتراع ليطلبوا اصواتهم لحتى يدافعوا عن ارائهم. أنا بعتبر صار المواطنين بيعرفوا يميزوا بين الإشاعة وبين الحقيقة، ولا وما لح تأثر عليهم، بالعكس يمكن زادت حماس. العين على المنتشرين في 6 و8 أيار ليس لأجل أموالهم ودعمهم كما جرت العادة في السنوات السابقة، بل من أجل إبداء آرائهم بحرية وديمقراطية من خلال قانون عمل عليه وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل، فأصبح للمنتشرين اللبنانيين حق التصويت. المناكفات والنكد السياسيين تمددا إلى ملف النزوح السوري 11 عاما من أعباء ثقيلة وشكوك رئاسية بوجود نوايا دولية سيئة تجاه لبنان. فهل يثبت مؤتمر النازحين في بروكسل بداية الأسبوع المقبل العكس؟ تقرير نانسي صعب. في 29 نيسان الماضي رفع لبنان سقفه في ملف النزوح السوري ولو عبر اللجنة الوزارية التي تحدث في نهاية اجتماعها وزير العمل مصطفى بيرم، معلنا أن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى. هذا الموقف أبلغه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR التي ردت ببيان أقل ما يقال فيه إنه يدل على انعدام النية الدولية في وضع مقاربة جديدة لملف النزوح السوري في لبنان، وبالتالي ترك لبنان يتخبط بالأعباء المهولة للنزوح بموازاة الضغوط المالية والاقتصادية والأمنية الكارثية منذ الانهيار الكبير.
موقف اللجنة الوزارية اللبنانية يسبق عمليا مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في 19 أيار في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول النازحين السوريين في بروكسل، حيث سيعيدان تأكيد موقف اللجنة الوزارية. فهل تلجأ مفوضية اللاجئين إلى تصعيد الموقف تجاه لبنان وبأي اتجاه؟ خصوصاً أن بيانها على مواقف اللجنة الوزارية جاء لاذعاً وعالي السقف، حيث أكد الحاجة الماسة لمواصلة دعم مبادئ حماية اللاجئين في لبنان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في العودة الطوعية بأمان وكرامة، وكأن به يلمح إلى أن لبنان يخالف القانون الدولي، علما أن لبنان هو البلد الوحيد الذي لم يوقع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين عام 1951، لكنه مع ذلك يتحمل أعباء النزوح منذ 11 عاما، حتى كان مركب الموت في طرابلس قبل أسبوعين أبرز دليلا على غياب القدرة الفعلية على ضبط الملف ومنع التهريب، وبالتالي لعب دور الشرطي عن دول أوروبا بشكل خاص. بيان مفوضية اللاجئين ذكر لبنان أيضا بتلقيه 9 مليار دولار لدعم النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين المستضعفين جميعهم، فيما كلفة النزوح السوري وحده منذ العام 2011 فاقت 50 مليار دولار استنادا إلى أرقام البنك الدولي. وهنا لابد من المقارنة بين وضع لبنان ووضع تركيا مثلا في ملف النزوح، فبينما ترتقب زيارات لبنانية رسمية إلى سوريا لبحث ملف النزوح بعد الاستحقاق الانتخابي وأبرزها لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تستعد تركيا لإعادة مليون نازح إلى سوريا وفق خطة أعلن عنها الرئيس التركي، وتقضي بإعادة هؤلاء النازحين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة بلاده عمليا في إدلب. تركيا التي تبلغ مساحتها 75 مرة مساحة لبنان لم تستقبل إلا 3,600,000 نازح سوري يشكلون 4% فقط من عدد سكانها الذي يفوق 84 مليون نسمة. عام 2020 مثلاً سدد الاتحاد الأوروبي لتركيا مبلغ 6 مليار يورو لمساعدة النازحين، وفي العام 2021 قارب المبلغ 4 مليار يورو. في المقابل يستقبل لبنان ثلث عدد سكانه من النازحين، لكنه لا يحصل إلا 40% حداً أقصى من المبالغ السنوية المطلوبة، علماً أن المبلغ المطلوب للعام 2020 لا يقل عن 2.75 مليار دولار، وعلماً أن الأمم المتحدة صنفت الأزمة اللبنانية كثالث أسوأ أزمة في التاريخ الحديث، فكيف يمكن للبنان أن يتحمل عبء 1.5 مليون نازح فيما أكثر من 80% من شعبه أصبح فقيراً؟ لكن الأخطر هذا العام أن التعهدات الدولية لتمويل بقاء النازحين في الدول المضيفة في تراجع عن العام 2021، هذا بالإضافة إلى أثار الأزمة الأوكرانية الروسية، ما يعني مزيداً من القصور الدولي في معالجة ملف سيكون تهديداً لأوروبا في حال انفجر الوضع في لبنان. والفارق الأساسي بين لبنان وتركيا أن في تركيا دولة اعتمدت سياسة واحدة وموقفا واحدا بغض النظر عن الابتزاز الذي مارسه رجب طيب إردوغان تجاه الغرب، وفي لبنان فريق واحد امتلك الجرأة على المطالبة بعودة النازحين بعد استتباب الأمن في سوريا هو التيار الوطني الحر المتهم للمفارقة بالعنصرية، في وقت رفض تيار المستقبل إعادتهم لسنوات، وكذلك الاشتراكي تحت ضغط التهويل من تعرض النازحين للتعذيب والقتل في سوريا. القوات كانت ولا تزال على رأس معرقلي إعادة النازحين رفضاً للتطبيع مع نظام بشار الأسد الذي وللمفارقة بدأت تحاوره دول الخليج الصديقة لجعجع. وهكذا بقي النازحون في لبنان ويتمددون، فيما سوريا أمنت وفيما لبنان غارق بأخطر أزماته الكيانية وعلى خط تسويات وجودية. أولم يحن الوقت بعد للعودة الآمنة للسوريين وتأمين المساعدات لهم في سوريا كما يجدد الرئيس عون المطالبة؟ أعرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري عن استنكارهم لمماطلة المسؤولين في القيام بالإصلاحات التي لابد منها كي يتم التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وذلك لما فيه خير الوطن وللبدء في تنفيذ خطة التعافي التي ستنتشل البلاد من محنتها وتعيد الاقتصاد الحر إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن. كما كرر المطارنة تشديدهم على وجوب سعي المسؤولين جديا إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية. يكرر الآباء تشديدهم على وجوب سعي المسؤولين جديا إلى إزالة كل الألغام من أمام إجراء الانتخابات النيابية في 15 من الشهر الجاري وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تعرقل حسن هذا الإجراء، وهم يشجعون جميع المواطنين على الإقبال بكثافة إلى ممارسة حقهم الدستوري بضمير واع والتزام وطني صادق
علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود وإخراج البلاد من الانهيار الذي يدهمها. 4 أيار وكما الرابع من كل شهر الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. بعد مرور 4 أشهر ونصف يعني حوالي 132 يوما لا تزال يد القاضي مكفوفة عن المتابعة في التحقيقات في أكبر جريمة ضد الإنسانية شهدتها بيروت، وحتى الآن لم يبت بعد بالتشكيلات القضائية التي ساهمت أكثر في عرقلة مسار التحقيقات من بعد المحاولات المتكررة بالدعاوى التعسفية على القاضي، والتي يحاول حتى هذه اللحظة وزير المالية يوسف الخليل بالامتناع عن التوقيع عليها متحججا بأعذار خارجة عن صلاحيته ومترتيا خلف الأسماء الطائفية، وبأنه لا يحق له أصلا إبداء الرأي فيها، وبأن صلاحيته تقتصر فقط في صرف المستحقات المالية. ما بنفهم ولا بنتفهم كيف أنه وزير كنا نعتبره من خيرة الوزراء بيسلك هالمسلك الشائن كرمال مين؟ اللي عينوك واللي هن زيتهم عم يعرقلوا التحقيق ومش مستحيين. ارجع لعصلك وضميرك، وقع مرسوم المناقلات القضائية وما تحمل دم الضحايا والشهداء على ضميرك، استحوا بقى ومشوا التحقيق. نحن بنطلب من الأفرقاء السياسيين كلهم يطرحوا الثقة بوزير المالية، نعم لأن هذا الموضوع بهمنا، يتفضلوا يطرحوا الثقة فيه ومثل ما عملوا مع وزير الخارجية ويشيلوه من الحكومة أو إقالته، لأن هو عم يرفض يمضي مرسوم تشكيلات قضائية ما له علاقة فيها. هذا الموضوع نحن بهمنا وبهم ضحايانا وشهدائنا. مجلس القضاء الأعلى هو حدد ورفع التوصيات لمجلس القضاء الأعلى لوزير العدل، وزير العدل رفع لمجلس الوزراء ووقفت عند وزير المالية، بأي حق هو بيوقف تشكيلات؟ عودة إلى النشرة بعد هذا الفاصل الأول. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين عن المعلومات المضللة، وذلك في إطار الرد على العمليات الروسية في أوكرانيا. وأضاف أن الاتحاد يعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام المدفوعات المالية الدولي سويفت ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط الروسية. عودة إلى النشرة بعد فاصل أخير. أهلا بكم من جديد وإلى الرياضة مع إلي نصر. نظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى لقاء على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية بحضور أعضاء الاتحاد استعدادا للبطولات الوطنية والدولية المقبلة. بالنتائج بسبق 100 متر للسيدات ربحت عزيزة سبيتي من لاتسران ب 12.55 وعند رجال نور الدين الحديد 11.44. بال 200 متر للسيدات ربحت ميسا معوض من الجمهور 27.46 وعند رجال عبد الرئيس من انتر لبنان 23.58. بال 110 أمتار حواجز ربح علي هاشم من الجمهور 18.63. بال 400 متر للرجال مارك أنتوني إبراهيم من لاتسران 49.17. بال 400 متر حواجز للسيدات مارينا فنيانوس من لاتسران دقيقة 10.70 وعند رجال مارك أنتوني إبراهيم لاتسران 53.42. ب 800 متر للرجال ربح بيتر الخوري من انتر لبنان دقيقة 55.63. بال 1500 متر للسيدات ربحت جوان مكيري من لاتسران 4.56.17. بال 5000 متر للرجال زيد السيد من لاتسران 15.40. برمي المطرقة للرجال ماجد ابو عمر من الجيش 39.66 وعند السيدات مريم يوسف من باترون ستارز 33.33. بالوسب الطويل للسيدات
البيت كريستال الصانع من بلو ستارز 5 أمتار و89، وعند رجيل محمد أمين السلامة من سوريا 7 أمتار و72. برمي الرمح للرجيل نبيل الأكومي من الجيش 51 متر فاصلة 68، وعند السيدات كريستال الصانع من بلو ستارز 27 متر و22. برمي الكرة الحديدية للرجيل بدر عبيد من الجيش 13 متر فاصلة 97، وعند السيدات لواء حديب من لاتسران 8 أمتار و37. بالوسب العالي للرجال عمر أرناؤوط من لاتسران بمترين، وبرمي القرص عند السيدات بيا سركيس من باترون ستارج 27 متر و97، وعند رجال رامي منصور 46 متر فاصلة 37، وهو من نادي الجيش. نظم نادي مولاسال بإشراف الاتحاد اللبناني للمبارزة معسكر فني بلعبة سلاح الشيش بمشاركة أندية مولاسال تعادد الجمهور القلب الأقدس الروضة الرياضي، استمر يومين بقاعاته بعين سعادة، ضمن حصص تدريبية فنية من مدربي المنتخب الوطني خليل بو خليل وتوفيق شاهين، بالإضافة لدروس تحكيمية من الحكم الأسيوي وسام داود. كما حاضر الحكم الأسيوي واللاعب الدولي أنطوان العنيسي بورشة عمل عن كيفية صيانة الأدوات الشخصية للمبارزين. وقدم رئيس اللجنة الفنية زياد أبو عراج محاضرتين عن تاريخ المبارزة وتأسيس الاتحاد اللبناني للعبة والاتحادات الدولية والإقليمية وسبل التعاون والنشاطات بينهم وكيفية التحضير للمباريات الدولية. شارك بالمعسكر 26 مبارز تقسموا على 3 مستويات: مبتدئين ومتوسطين ومتقدمين. والآن إلى الأحوال الجوية مع نرمين إربان بشارة. مساء الخير. جو ربيعي معتدل عم بيسيطر على أجوانا، إذن لبكرة جونا غائم جزئيا، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكارة عم بتسجل 20 درجة، طرابلس 23، العاصمة بيروت أيضا 23 درجة، وصور 26. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 27، اللقلوق 18، زحل 28، وجزئين 20 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لـ70%. الرياح جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 30 و60 كيلومتر بالساعة، بتكون ناشطة، وعادة الرياح بتكون ناشطة بشهر أيار. أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج إلى مائج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للخميس والجمعة جونا ربيعي معتدل مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة والموحلة، ودرجات الحرارة بتسجل 23 درجة لنهار الخميس و24 درجة لنهار الجمعة. للسبت والأحد جونا ربيعي معتدل، ودرجات الحرارة بتسجل 25 درجة لنهار السبت، وبتنخفض ل 23 درجة لنهار الأحد. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقوني بكرة بحلقة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام وفيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. ومباشرة بعد هذه النشرة سنكون مع حلقة خاصة من برنامج رح نبقى سوا في إطار الحلقات الانتخابية عبر شاشات الأو تي في، فابقوا معنا.